إجراءات الترشيد من غير المنطقي ومن غير المقبول إطلاقا أن يكون المواطن الكويتي على رأس هرم الترشيد في ظل وجود أبواب أخرى في الميزانية تستاهل أن يكون فيها ترشيد، بل العكس، لازم يكون المواطن آخر حلقة أو هو الملاذ الأخير في إجراءات الترشيد هذه. والسؤال اللي إحنا نطرحه اليوم، هذه المبالغ التي ستوفر ماذا ستفعل بها الحكومة إذا لم يتم توجيهها نحو الإنفاق الاستثماري، الإنفاق المدر للدخل للدولة، الإنفاق الذي يخلق وظائف للمواطنين؟ فراح يتوزع هذا التوفير أو هذا الوفر المادي على أبواب الميزانية الأخرى اللي في بعضها شبه فساد وشبه هدر مالي وترهل إداري، وبالتالي إحنا ما سوينا شيء إطلاقا. في الولايات المتحدة الأمريكية لما نقرأ البيانات نجد أن هناك علاقة طردية ما بين معدلات التضخم وما بين ارتفاع أسعار الوقود، كلما زاد الوقود زاد التضخم، وإحنا اليوم رفعنا أسعار البنزين أكثر من 60% كمتوسط لكل الفئات، وبالتالي قد يكون هناك تبعات على معدلات التضخم. الجدير بالذكر اليوم أن ما شفنا دراسة فنية أو اقتصادية أو تفصيلية على معدلات التضخم وتأثير هذا القرار عليها، وبالتالي إذا صار شيء من هذا القبيل وزاد التضخم قد نصل إلى مرحلة يطالب فيها المواطن بزيادة مستحقة على راتبه وندخل في مشكلة ودوامة أخرى. أيضا بما يتعلق بموضوع الازدحام المروري، كيف سيحل هذا القرار من الازدحام المروري إذا لم تجد الحكومة وسائل نقل بديلة للناس؟ مردها الناس حق السيائير ومردها حق الشوارع، فأعتقد أن هذه الحجة أيضا من الحجج الضعيفة. ومن الحجج اللي يجب أن يرد عليها وهي أهم حجة لإقرار هذا القرار هو مؤسسات التصنيف العالمية، واللي في أكثر من محفل ترسل تهديدات إلى الكويت بتقليل التصنيف الائتماني بسبب عدم عمل هذه الإصلاحات. وإحنا كمهنيين نطرح تساؤل للمسؤول، أليست هذه المؤسسات أحد أسباب الأزمة المالية العالمية؟ ألم ترفع مئات الدعاوى القضائية أمام هذه المؤسسات بسبب سوء تصانيفها وتضخيمها لأصول وشركات غير منطقية؟ لذلك إحنا إذا بنلخص نقول أن الكويت هي دولة سيادة وقرار، هي دولة ديمقراطية، فلا يجب الرضوخ لهذه التهديدات ولا يجب أن يعني نعطيها أكبر من حجمها. وموضوع التصنيف إذا بيأثر راح يأثر على القدرة الائتمانية للدولة أو على العملة أو على المستثمر الأجنبي، وهذه أمور إحنا لا نملكها بالأساس علشان نخشى من زوالها.